السلام عليكم خوتي اخواتاتي، كي دايرين؟ كي داير مع الصحه؟ كي داير مع الاحوال؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير، تكونوا هما هادوك. اليوم غنديروا ان فلوغ، غنمشيو لاكسيون ومن بعد غتوريكم ماما واحد الطويجين عديرو ديال الدجاج. نتمنى خوتي اخواتاتي هاد الفلوغ يكون عجبكم، ما تنساوش تبارطاجي وتلايكي وتابونا. واخوتي راه بفضلكم نتوما راه بدات القناه تتكبر بشويه بشويه بفضلكم نتوما، وما تنساوش اخوتي. يلا خليتكم على خير، شوفوا لا فيديو ونتمنى لكم ان بون فيزيوناج. We'll be right back.
اليوم اخواتاتي غندير لكم مريقه ديال الدجاج مع البطاطا والبصله كيف العاده اللي تنديرو في التقليد ديالنا، وانتم عارفين قلت مع الدراري تيبغيو داكشي يغمسو ويبغيو المريقه. اجا ندير شويه ديال مرقه الدجاج. انتم اخواتاتي ها الحيمات، هما ها القصبر، ها الثومه، داك ساهل ديال البنات اللي ما يعرفوش كاع يطيبوا. ها الثومه، انا غادي ندير البصله، البصله اللي كلشي عليه. كيبغي هداك الشي ديال الفور القليان، قلت اجا غادي ندير المراقة التقليدية ديال بلادنا. الخواتاتي وخوتي راهي عارفو لداك الشي، وغنقولولنا ندوزو معاكم هاد البوكلات، هي راها زوينة تجي تقليدية تاع بلادنا، ما نساوهاش. الناس اللي ما تعرفوا ما يديروا ما يديروا ما يديروا نديروا المرقه. وباش نعلقوا ونوجدوا داكشي ديال راه بنادم ولا عيان من داك ليام وداك هذاك الشيء خفيف. والله خواتاتي فعلا غندير لكم خفيف هذا الشيء، نقوي فيه عطريه بزاف، ما نقويش فيه كاين اللي تيبقى العطريه وبقى بزاف ديال ليدام. هانتوما البنات، انا غندير دابا البصله، ديال العاده ديالنا مريقه ب هانتوما خواتاتي يا الزيت، ثلاثة د المعيشقة د الزيت، مغارف ديال الزيت، مليحة على قد لي تياكل الملح، أنا منبغيش الملح بزاف. هذا الخرقوم البلدي، هذا سكينجبير اخواتاتي خوتي، هنا خواتاتي شوية صوص طومات، هنا ندير كويس ديال الماء البنات عباش ندير الشرمولة في الحيمات. هانتوما خواتاتي،
هنا غندير العافيه قليله باش داكشي يطيب على خاطرو. دابا غادي نغطي الطويجين ديالي حتى نصاوب البطاطا المقطعه حتى هي. ساهل اخواتاتي هذاك الشيء. البطاطا اللي عليها كل شيء طيطه وشويه ديال الفول وبصيله، واللي بغى يدير الزيتون يديرو ماشي كنا خواتاتي غندير شويه ديال المدهوسه ديال المسمن. الساعة ما كاينش حنا بزاف، كاينة انا وبنتي، قلت خليهم حتى يتجمعوا خواتاتي ونعيط ليهم اش شوية دلما رفيسة خاصها الجماعة. نجيب ان شاء الله شوية دجاج بلدي من بعد رجع معاكم اخواتاتي واتاتي خوتي. ها الطويجين وجد، ها هو هانتوما، ساهل ماهل اخواتاتي. ديروا الطويجين، ديروا الحيمات اللي بغيتوا، الدجاج ولا الحيمات الغلمي، ايوا نتوما عارفين. قطعوا بصيله شويه الثومه القصبر العطريه، وشرملوا لكم الحيماتكم، ومن بعد ديروا خضار اللي بغيتي. انا ولاد بنتي تيبغوا البطاطا، درت شويه د الفول لينا هما ما ياكلوش الفول ودرت شويه د البوتنجان اخواتاتي. ما وريتو لكمش كيفاش درت له، راه ساهل حتى هو. يتنقيه وتقطعيه مرصوات وديريه في المقله ديالك مع الثومه القصبر المعدنوس شويه د الكمون مطيشه مطيشه، قطعيها على جوج ولا ثلاثه وخليها طيب على خاطره وغطيها، ومن بعد تطيب تتوركي عليها بالفرشيط تقويه تجمعيها. ها هي كي تتولي البوتنجال ديالنا زعلوك زعلوك. ها الطويجين ديالنا اخواتاتي بالصحه والراحه. لا برجع معاكم نوريكم حويجات اخرين، وانتم اصلا البيت انتم راه عارفين، وبنات البلاد ما كاينش اللي ما يعرفش الطويجين. هاد المره غندير لكم الطويجين ديال الحوت ان شاء الله، وغادر معاكم دقه دقه. اهلا اخواتاتي، نخليكم نبوسكم، والسلام عليكم ونهاركم سعيد.